دابا فمتابعي قناة مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة، تحية للجميع جميع أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تي في. المدينة تسجل صفر حالة إصابة، متابعي القناة صفر حالة إصابة بكورونا أو بالكوفيد 19، متابعي القناة. فما عسنا أن نقول الله يفعين هذا البلاء وهذا الوباء، وتحية لجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. تحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شفتي. صفر حالة إصابة بكورونا أصدقاء القناة، فتحية فتحية للجميع جميع أصدقاء القناة، وتحية جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. تحية لكم أصدقاء القناة، نتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع. صفر حالة إصابة بكورونا بالمملكة المغربية، نتمنى المغاربة أنهم يزيدوا يحذوا رأسهم ويزيدوا يكثروا التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. فأفتحي لكم من هذا المنبر منبر القناة، نتمنى الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة قناة شوف تي في. فتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تي في، تحية للجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. فنتمناو من المغاربه انهم يكثروا التدابير الاحترازيه، الكمامات، مسافه الامان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقايه، فالوقايه خير من العلاج اصدقاء القناه. فالله يفعينا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكه المغربيه من قلب اقليم تازه. ما عسنا نقول الله يرفعينا هذا الوباء وهذا الوباء بلاء متابعي قناه شفتي. فالف تحيه لكم من هذا المنبر منبر القناه.